بدءا استاذ انس، يعني انا ظهوري السابق كان بصفه سياسي عراقي، والسياسي اكيد يتبع لجهه سياسيه، ويعني اليوم الظهور بالصفه الرسميه يعني هو يعني اكيد يعني جمهورنا يحتاج رؤيه وفكر الحزب. هذا كان غايب عن الاعلام، لانه احنا الفتره الماضيه يعني وإلى هذه الانتخابات أردنا أن نعطي مساحة واسعة للآخرين، نعطي مجال أنه يعني الرؤية السياسية للحزب أن تكون مفتوحة باتجاه الجمهور، باتجاه الكتل السياسية، فما كان هذه الرغبة موجودة بالظهور الرسمي ومناكفة ومنافسة الآخرين. وبالتالي يعني إحنا حواراتنا مع الكل لا خصومة مع أحد، ونتعاون ونتعامل مع الكل. يعني الوضع السياسي أكيد يعني اليوم إحنا واصلين إلى عقدة سياسية صعبة جدا، ويعني بالفعل هو انسداد سياسي لأول مرة من 18 سنة من خلال الانتخابات التي جرت والمجريات التي تبعتها.